طيب يا حمقى يا أغبياء، واسمحوا لي لكم إياه، ما أقدر ما أقوله، يعني أقل من هيك إذا بقول الناس بتضحك علي. لأن الصحفي ليس بمنجم ولا بضارب في علم الغيب، فمن الصعب أن يلام سواء أعثر أو دفع كي يعثر على كلام موثق لنائب من نواب الأمة فنشره. من الصعب أن يلام ولو تبين لاحقاً أن للكلام المنشور ما قبله وما بعده، بل ولو تبين حتى أن هذا ما قبل أو ما بعد يناقض تماماً المعنى الذي فهم بنتيجة ما نشر. من هذه القاعدة والقناعة كانت نقطة الانطلاق في البحث عن إجابة للسؤال الذي كانت قناة الجديد أول من طرحها: هل فبرك النائب عقاب صقر تتمة التسجيلات المنشورة في جريدة الأخبار وقناة الأو تي في أم لا؟ ممكن يكون جزء من هذه التسجيلات أيضاً مفبرك ومسجل بمرحلة لاحقة بينك وبين الأستاذ زهير مقداد. ولأن العرف اللبناني يسير منذ القدم على قاعدة كل فرنج برنجي، أدركنا منذ البدء أن أي إجابة عن هذا السؤال يقدمها خبراء محليون ولو مهما دعمت بالأدلة العلمية ستظل عرضة للتشكيك. قطعنا المسافة الأطول بحثاً عن الطريق الأقصر للاقتناع والإقناع، فحطتنا الرحال إلكترونياً في إنجلترا مراهنين على مدينة الضباب لندن كي تزيل ضباب الرؤية بشمس اليقين. هناك في العاصمة البريطانية تقع شركة أوديو فورنسيك سيرفيسز المتخصصة بمجال التحقق من الأصوات، والتي تملك خبرة بمجال تحليل الاتصالات الهاتفية والتثبت من وجود تلاعب فيها، وبناء عليه راسلناها طالبين التالي: أنا صحفي لبناني أعمل على التحقق من محتوى اتصال هاتفي مسجل بين نائب لبناني ومعارض سوري للتأكد مما إذا كان هذا الاتصال قد سجل بالفعل مرة واحدة وبشكل متتابع كما وصل إلى وسائل الإعلام، أم أنه سجل على دفعات وفي فترات زمنية مختلفة؟ هل من طريقة علمية للتحقق من ذلك؟ وسريعاً جاء الرد: الجواب هو نعم، يمكننا ذلك، ولدينا خبير متخصص قادر على مساعدتك في هذا الأمر. بناء عليه أرسلنا إلى الشركة المذكورة تسجيلاً من التسجيلات الثلاثة التي زود صقر بها وسائل الإعلام، وهو تحديداً التسجيل الذي يتحدث فيه مع المعارض السوري متعددي ومتغير الصفات لؤي المقداد، علماً أن كلفة تحليل التسجيل الواحد 2365 باوند، أي ما يقارب $4,000 أمريكي. ألو 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 أخي، شو محبوب؟ جرى اختيار هذا التسجيل لكونه الأكثر إثارة للشك، وذلك بناء على عاملين: الأول هو الفرق في نبرة صوت الرجلين وفي طبيعة الحوار الدائر بينما عرض في وسائل الإعلام وما عرض لاحقاً من مقاطع إضافية في مؤتمر النائب عقاب صقر، وثانياً لأن صقر في المؤتمر الصحفي مزج ولسبب غير مفهوم بين المادة المعروضة سابقاً والمادة الموجودة في حوزته. بأي حال أرسلت المادة وجاء الجواب من المؤسسة بعد 4 أيام على شكل تقرير علمي مفصل ننشر أبرز ما ورد فيه من دون أي تدخل: تقرير عن فحص وتحليل لتسجيل صوتي، معد التقرير السيد بول بيكر، طالب التقرير قناة الجديد. طبيعة التقرير سري. المرحلة الأولى ميتا داتا، هذا التسجيل حصلنا عليه عبر الإنترنت من طالب التقرير. طالب التقرير يقول إنه حصل على تسجيل على قرص مدمج وأنزله على جهاز الحاسوب الخاص به. التسجيل الموجود هو نسخة وليس المادة الأصلية. لا يمكننا تحديد وقت دقيق لتاريخ التسجيل الحقيقي أو لتاريخ إدخال تعديلات عليه في حال وجدت. المرحلة الثانية، جرى الاستماع إلى تسجيل 5 مرات للتحقق من تتابع الأصوات الموجودة في خلفية الحوار. بنتيجة هذا الاستماع كان مستوى صوت المتحدثين ثابتاً ولم تظهر أي معالم تقطع في التسجيل، ولكن في 6 مرات خلال التسجيل في الإمكان سماع صوت تكة. المرحلة الثالثة، جرى استخدام جهاز سبكتروغرام وجهاز سبكتروم أنالايزر المتخصصين لمعاينة التكات، فتبين أن التكات المكتشفة هي جزء طبيعي من الخلفية الصوتية للحوار وليست نتيجة أي تلاعب بالصوت. المرحلة الرابعة، جرت مراقبة موجات التسجيل للتحقق من وجود أي إشارات إلى عملية تلاعب بالصوت أو تقطع في الصوت، فلم يظهر ذلك. وبنتيجة ذلك تبين للشركة بحسب خلاصة التقرير ما يلي:
إن المادة الموجودة لدينا وهي مادة منسوخة وليست المادة الأصلية تبين أن ليس هناك أي عملية تلاعب بالصوت، وهذا التسجيل هو لحوار متتابع من دون أي عملية تقطيع أو إعادة ترتيب.